درس اليوم رح أوريكم شلون رح نشتغل على هالوردة كروشيه. يلا خلينا نبدأ. قبل فترة نزلت لكم درس شلون تقدرون تزينون العلب اللي موجودة عندكم. هذه هم علبة ثانية بغيت إني أزينها. قبل كم يوم نزلت لكم شلون تسوون الأوراق، واليوم رح أوريكم شلون رح تسوون الورود. فأنا رح أسوي الورود ورح أحطهم هني بالنص. فيلا خلينا نبدأ. أول خطوة أبيكم تسوونها طبعاً سلاسل، أبيكم تسوون 67 سلسلة. فواحد، اثنين، ثلاثة، أربعة. بعد ما خلصت 67 قرصة رح أشتغل 3 قرص هاف دبل. طبعاً مو في أول سلسلة ولا ثاني وحدة، في ثالث وحدة رح أحط قرصة هاف دبل. هذا الحين واحد، وطبعاً اثنين، وهذا هو الثالث. طبعا اول شيء راح نشتغل على البتلات الصغيره، وبعدين راح ننتقل حق البتلات الاكبر. فبعد ما تسوون ثلاث قرص هاف دبل، راح تسوون ثلاث سلاسل، واحد، اثنين، ثلاثه. الحين راح اطلع الابره من الغرزه، راح ادخل الابره في اول غرزه سويتها بهالطريقه، راح ادخلها مره ثانيه في هالابره، في الغرزه عفوا، وراح اسحب كذي. راح تكون عندي مثل دائرة هذا الشكل بهالطريقة. فتشوفون هذا الفتحة اللي سويتها الحين اللي صارت، راح أشتغل فيها. فأول شي راح أسوي سلسلتين، واحد، اثنين، أعطي نفس ارتفاع. بعدين راح ألف الخيط على الإبرة داخل هذه الغرزة هني، راح أشتغل 6 قرص عمود اللي هو 6 دبل كروشيه. هذا الحين اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة. طبعا بعد ما تخلصون 6 عواميد راح يكون هذا الشكل قدامكم. راح تسوون سلسلتين، بعدين بس راح تدخلونه داخل الفتحة تسحبون. حلو، كذي خلصنا أول بتلة صغيرة. الحين راح نكمل نشتغل 3 غرز هاف دبل. هذا الحين واحد، وهذا الثاني، وهذا الثالث. بعدها شنو راح نسوي؟ 3 سلاسل، واحد، اثنين، ثلاثة. لاحظوا الحين راح اطلع الابره من الغرزه، ادخل في ثالث سلسله، لو اعد، واحد، اثنين، ثلاثه، اخذ الخيط ادخله داخل. وطبعا شنو راح اسوي؟ راح اسحبه عشان يتكون عندي هذه الفتحه هني. اسوي لي سلسلتين ارتفاع، الف الخيط على الابره واسوي 6 عواميد. طبعا هو مع يعني قاعد تشتغلون وياي يعني راح تحفظونه، ما مو شيء صعب. هذا اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، وطبعا هذا السادس. هو بس أول شيء لازم شوية تركيز، وبعدها ما يبي له شيء. فمثل ما سوينا قبل، بعد ما خلص 6 أعمدة راح نسوي سلسلتين، راح أدخل داخل نفس المكان وأثبت منزلقة. فلاحظوا الحين سويت 2، وراح أكرر نفس هالطريقة لما يصير مجموعهم 7 بتلات. فراح أكرر هالطريقة لما يصير مجموع البتلات 7. فأنا الحين راح أكمل. إذا تحسون إن تحتاجون يعني إن أحد يراجع وياكم شوية، ردوا الفيديو، كرروا نفس الخطوة اللي سويتها حق البتلة الثانية. كرروا لما يصير مجموعهم 7. فأنا راح أكرر وأشوفكم بعد ما أخلص. بعد ما خلصنا البتلات الصغيرة راح أوريكم شلون نشتغل على البتلات الكبيرة. طبعا هما راح يكونون 9 بتلات، يعني تقريبا لآخر السطر. فأول شي راح نسوي غرزة هاف دبل 5 مرات. فالحين هذا واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، هذا الخامس. بعد ما نخلص نسوي الخامس راح نسوي 5 سلاسل، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة.
نفس الطريقة اللي اشتغلنا فيها قبل، راح نطلع الإبرة وندخلها في خامس السلسلة هني. راح ناخذ الخيط وراح نشبك، وراح تلاحظون انه كوننا الدائرة. راح اسوي ثلاث سلاسل ارتفاع 1 2 3. هالمرة بدال نسوي غرزة عمود راح نسوي بلفة، راح نسوي غرزة عمود بلفتين. فلاحظوا لفيت الخيط مرتين على الإبرة، بعدها راح أدخل في الدائرة وراح أسوي أربع، راح أكرر هالغرزة 4 مرات. الحين هذا 1 2 3. وهذا هو الرابع. طبعا راح نلاحظ شغلة، ان اذا كملنا بهالطريقة راح يصير عندنا كذي فتحة كبيرة مو حلوة. فاللي راح اسويه، طبعا لاحظوا شوي شديتهم كلهم عشان يكونون بجهة واحدة، راح الف الخيط مرتين نفس ما كنا مسوين، بس بدال احطه داخل الدائرة راح احطه في ثالث غرزة هني. يعني لاحظوا هني هذيل هم الغرز، يعني هو تقريبا يطلع بالنص. ليش قاعدة أسوي هالحركة؟ لأن أنا أبي أثبته بالأساس، على أساس ما يكون في كذي فتحة كبيرة مو حلوة، ما راح يطلع عدل يعني بالوردة، فلازم نثبتها بالقطعة الأساسية. لاحظوا الحين هذه تكملة الدائرة في هذا الفراغ اللي هني، راح أكمل أشتغل 4 مرات نفس الطريقة، نفس الغرزة اللي هو عمود بلفتين. فلو نلاحظ يعني كأني أنا اشتغلت 4 مرات، كان اشتغلت 4 مرات في الدائرة، مرة هني مرة ثانية 4 مرات. فلاحظوا الحين سويت 2، وهذا هو الثالث، وهذا هو الرابع. طبعا لازم آخر شيء بعد ما أخلص الأربعة اللي هو الدفعة الثانية على قولتهم، راح أبدأ أسوي 3 سلاسل. ليش؟ عشان بس أثبته بالقطعة هني. وراح أكمل نفس الطريقة، إني أنا دائما أشتغل 5 غرز هاف دبل، وأكرر السلاسل وأسوي الدائرة، وأكرر لمن آخر السطر اللي هو البتلات الكبار. فأنا الحين راح أكمل بهالطريقة. إذا تحسون تحتاجون مراجعة على طريقة البتلة الكبيرة، بس رجعوا الفيديو شوي لورا أو لقدام، المهم شوي يعني حركوا السهم وشوفوا مرة ثانية. أنا راح أكمل وأشوفكم بعد ما أخلص. ما خاف بس الإضاءة تغيرت حسب الشمس. مهم، فبعد ما تخلصون تسوونه، بس اللي عليكم تسوونه إنكم شوي شوي تلفونها، تلفون 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 تلفون. حاولوا إنكم ما تلفونها أو تشدونها وايد، لأن كل ما تلفونها أكثر كل ما يعني ما يبين البتلات عدل. كل ما تخلونها راخية، بس ما نبي إنها تكون وايد راخية، كل ما تكون الوردة مرتاحة. طبعا انا انصح ان تخلون الديل شوي طويل، لان بعدين باستخدام ابرة التنظيف راح نشبكها ويا بعض على اساس انه يكون الوردة متماسكة. فانا الحين بس راح اخيطه ويا بعض، وهو طريقة الخياطة عادية يعني كأنه قاعد تخيطون ما ادري اي شيء، كأنه قاعد تثبتون قطعة. فبس انتو تبدؤون وتخيطونه ويا بعض عادي، تثبيت عادي اللي هو تخيطون كل الاجزاء ويا بعض. طبعا راح تكملون لما تحسون انه خلاص ثبت، بعدين تقدرون تثبتون على اي شيء تبون، سواء كان ملابس كبوس، يعني انتم مسوين ورده حق شنو تقدرون بعدين تثبتون عليه. فهذا هو شكل الورده بعد ما خلصنا. طبعا تقدرون اذا كنتوا حابين تكبرونها اكثر تسوون غرزه سنجل دور مدار كل الورده، او تسوون غرزه سلب حسب انتم شنو حابين. وهذه هي شكل العلبه بعد ما خلصنا. طبعا الوردة هي 3D مثل ما انتم شايفين، وانا ثبت لكم الاوراق باستخدام مسدس الشم، هم نفس الشيء ثبت اللي هو الكفر هم باستخدام مسدس الشم. ان شاء الله عجبكم درس اليوم. بليز لا تنسون لايك وسبسكرايب وشير. حابة اشكر متابعتكم، مع السلامة.